فريد مع انفاس كم العاده خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس واش المنتخب الوطني المغربي غيتاهل مونديال قطر على حساب الكونغو الديمقراطيه. لا بغيتوا تعرفوا الارتسامات ديال الناس يلاه معنا بكل تواضع. واش في نظرك انت المنتخب المغربي غيتاهل مونديال قطر على حساب الكونغو الديمقراطيه؟ سوف ان شاء الله غادي يتاهل المنتخب الوطني لان عندنا هذه الفرقه عظيمه وهذا المدرب راه مدرب راجل مزيان وعامل الخدمه ديالو وعامل مجهودات واللاعبين عندنا في مستوى، اللاعبين ديالنا حنا فرحانين بهم وكيفرحوا الحمد لله الشعب المغربي، وان شاء الله غادي نتاهلوا وغيكون التوفيق من الله تعالى وغادي ينصرهم سيدي ربي وغادي يربحوا المغاربه غيربحوا ان شاء الله وغنتصروا على الاعداء وربي سبحانه وتعالى غادي يفرحنا هذا المنتخب ان شاء الله في هذا اللقاء هذا المبارك غادي يربحوا ربحا كبيرا ان شاء الله. تحياتي. شكرا خويا. غادي يتاهل ان شاء الله. وباش عرفتيها؟ وكاينين عناصر في المستوى المطلوب. كنتمناو باش يكونوا هاد الشباب يعطيو العطاءات اللي عطاو منذ السبعينيات ملي كان الكره كتلعب في الحمري، حنا لعبناه في الحمري فهمتي؟ وهادو راه لقاو كلشي مزيان. دابا هادو العشبي. هذا دابا العشبي. ونتمناو لهم التوفيق ان شاء الله. تحياتي. الله الوطن الملك. تحياتي. يتأهل. باش عرفتيها؟ عندنا فرق ليكيب عندنا في المستوى بعداك وغير المهاجمين عندنا ضعف. خصنا نبدلوا المهاجمين. المهاجمين لا كعبي ولا الزغبي. الزغبي ولا كعبي. ولا نصيري ناقصين ما زعما. وخصو يعطيو الفرصة سميتو الرحيمي. هذا هو النظر ديالي، هما في وسط الميدان خصهم ولا بدا جياش خصو يكون. ضروري. ونتمنوا هذه الرسالة توصل للمدرب. راه واصلة مش بغير هنا واصلة عندك. تحياتي. الله يحفظك اخويا. واي واخا لاعبين ضد مالونغو دايزين ان شاء الله. منتخب قوي. دراري شباب. وكنتمناو الخير ان شاء الله للمنتخب، وان شاء الله انا كنقول كيف كيقول الدري صاحبي دايزين حيت ديجا كنتفرجوا كنحلوا ماتشات الحمد لله. منتخب عندنا ماشي كيف الايامات الاولى الحمد لله. غنتسناو الجديد ان شاء الله وغيدوز وغيفرحونا جا في كوب ديموند في قطر ان شاء الله بكل تواضع ان شاء الله. تحيات. ايه غيتاهلوا. غيتاهلوا. وباش عرفتيها؟ ايوا لقيتو في راسي. قال لك راسك غيتاهلوا. قال لي راسو غيتاهلوا. وشكون اللي كيعجبك في اللعابه؟ شكون اللي كيعجبك في اللعابه؟ حقيقة حقيقة هذاك اللعابة اللي كنعرف أنا ما كاينينش دابا في المنتخب. شكون هما؟ هذاك اللي قدام هو اللي كان اللي كانوا قدام اللي كانوا هادو دابا ما كتعرفي فيهم حتى واحد. هذا ما كنعرف وأنا أنا ولدي اللي كيوريهم ليا أنا ما كنعرفش. وشي دعيوة ليهم؟ يا ربي ينجحهم يلا آمين يبعد عليهم ولاد الحرام آمين يا ربي تبارك وتعالى يربحوا إن شاء الله آمين يا ربي يربحوا في هذا الكأس في هذا اللي لاعبين فيه يرفعوا في الاخر في الاخر. اييه تحياتي.